لغاية القرن اللي فات كانت مهنة عالم الآثار والمنقب عنها غالبا من نصيب الرجالة، لكن الفرنسية كريستين دسرشنوبل كورت كسرت الاحتكار ده وأصبحت واحدة من أبرز وأشهر العلماء الفرنسيين في دراسة الآثار المصرية، والأهم كمان إنها ساهمت في الحفاظ على المعابد المصرية القديمة. في كتاب Empress of the Nile The Daredevil Archaeologist Who Saved Egypt Ancient Thames Temples from Destruction، إمبراطورة النيل عالمة الآثار الجريئة التي أنقذت معابد مصر القديمة من الدمار، بتحكي الكاتبة الأمريكية ليان أولسون القصة الملهمة لعالمة الآثار الفرنسية كريستين دسرشنوبل كورت اللي قادت الجهود الدولية لإنقاذ المعابد المصرية القديمة من الغرق بعد قرار بناء السد العالي. بتحكي مؤلفة الكتاب ليان أولسون اللي قدمت عدد من الكتب عن الحرب العالمية الثانية إنها خلال البحث عن مراجع عن الحرب في متحف ميوزي دي لوم في باريس عثرت على قصة كريستين دسرشنوبل كورت اللي عاشت حياة مزدوجة ما بين عملها كأمينة متحف اللوفر ومشاركتها كمان في الحركة السرية لمناهضة النازية. كتاب إمبراطورة النيل بيحكي قصة كريستين دسرشنوبل كورت اللي اتولدت سنة 1913 مع تشيف هاورد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون، بقت من أكثر المعجبين بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة، وشجعتها أسرتها ودخلتها مدرسة اللوفر لدراسة الآثار المصرية القديمة، واللي تعرفت فيها على القس إتيان داريوتون، واللي عمل لاحقا كمدير مصلحة الآثار المصرية اللي بتديرها فرنسا في القاهرة، واللي رتب كمان أول الرحلات الميدانية لطلابه لحفر المواقع على طول نهر النيل. بدأت كريستين تعلم اللغة العربية وإتقانها، واكتشفت لأول مرة مقبرة كاملة لزوجة مسؤول حكومي في إنا بيرجع عمرها ل 4200 سنة. وفي عدد من المقابلات اللي أجرتها كريستين مع الإعلام وصفت لحظة الاكتشافات بأنها نشوة لا يمكن وصفها. كريستين دسرشنوبل كورت كانت أول امرأة تلتحق بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، كمان كانت أول امرأة بتتولى الإشراف على أعمال الحفائر في عام 1938. قبل الحرب العالمية وحتى بعدها كريستين قضت وقت طويل جدا في مصر، كانت بتنقب في منطقة وادي الملوك ومواقع أخرى، بتشتغل على تصوير القطع الأثرية وفهرستها، وطول الوقت كانت طبعا بتواجه صعوبات في العمل الميداني خصوصا مع النزعة الذكورية في مجال البحث والتنقيب عن الآثار وقتها، لكنها قدرت إن هي تحصل على اعتراف بقدرتها من معظم كبار العلماء في مؤسسة علم المصريات. كتاب إمبراطورة النيل كمان اتعرض لفترة التوغل النازي في أوروبا، وهي الفترة اللي نشطت فيها كريستين في عملها مع مدير متحف اللوفر لتهريب آلاف القطع الأثرية من اللوفر بما فيها لوحة الموناليزا والمجموعة المصرية بالمتحف لقصر بعيد، وقعدت نقلها مرة تانية بعد كده بحوالي سنة للمنطقة الفرنسية الحرة بالقرب من الحدود الأسبانية، وانضمت كمان للمقاومة الفرنسية وقدرت إنها تهرب بدون ما تصاب بأي أذى بعد ما وصل البوليس السري الألماني لكتير من أعضاء الحركة وأعدمه. في الستينيات من القرن الماضي كان مهتمين بالآثار والتراث العالمي الإنساني في صراع مع الزمن لإنقاذ الآثار المصرية القديمة، لأن مع قرار بناء السد العالي ظهرت أزمة غرق الآثار والمعابد الفرعونية في مياه النيل، وكان الأمل الوحيد في الحفاظ على الآثار دي هو إنها تتنقل لمواقع أعلى وأكثر أمان. وقتها بدأت كريستين دسرشنوبل كورت حملة عالمية استطاعت فيها إن هي تحظى بدعم وزير الثقافة المصري وقتها ثروة عكاشة، وكمان السيدة الأمريكية الأولى جاكلين كينيدي اللي كتبت لزوجها الرئيس الأمريكي للولايات المتحدة عن ضرورة إنقاذ معابد أبو للشاهقة وتماثيل الأربعة الضخمة للملك رمسيس الثاني. بدأت رحلة معقدة من العلاقات الدبلوماسية واتفاقات التعاون الدولي كانت نتيجتها مساهمة 50 دولة بحوالي مليار دولار لإنقاذ عشرات المعابد المصرية القديمة في منطقة النوبة، وبالفعل تم إنقاذ ونقل 14 معبد من منطقة النوبة وحمايتهم من الاندثار والغرق. المدهش كمان إن هي استطاعت إقناع الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي شارل دوغول بالمشاركة في الحملة الدولية دي وإنقاذ آثار مصر الموجودة في النوبة، على الرغم من الخلافات والقطيعة السياسية اللي كانت موجودة بين الحكومة المصرية والفرنسية وقتها، وده كان من أيام حرب السويس سنة 56. نقدر نوصف كريستين دسرشنوبل كورت بأنها كانت مقاتلة وبتحاول بكل الطرق أنها توصل لهدفها، وهي نفسها كانت بتقول لا يمكنك الوصول إلى أي مكان دون قتال. كريستين دسرشنوبل كورت اتوفت سنة 2011 وكان عمرها 97 سنة، وتركت ميراث كبير من العمل كجامعة تبرعات ودبلوماسية وباحثة، وآخر عمل ميداني كان ليها في مصر وكان عمرها 70 سنة، وكان مسح الوادي الملكات وزوجات وبنات الفراعنة.